لكن بنقول دايما ان بكره احلى مع الجيل ومع النشأ، بكره احلى لو احنا حطينا فعلا برامج ان احنا نقدر نستفيد من الاطفال دي، ان احنا نقدر نحط ونغرس جواهم قيم ومبادئ زي ما اتعلمت اجيال كتير جدا على ارض هذا الوطن العظيم. فكرة القيمة مرة تانية، فكرة انه الطفل نفسه هو اللي يحس بده، الطفل اللي هو يحس بهذه القيمة مش يحسها بس او المدرس يحكيها له او يشرحها له او الام في البيت تقول له كده عيب وكده غلط، ان هو كمان يقتبسها او يقتمص او يتقمص هذه الفكرة فتعيش معاه جواه ويمثلها كمان. عندنا نموذج الحقيقة اتكلمنا في برنامج مصر جميلة على هذا النموذج من فترة، انه فكرة انه يكون في منهج يدرس عن القيم والمبادئ والاخلاق للاطفال دول من سن كيجي، يعني مش كيجي وان كمان، يعني فكرة انه يكون الطفل يطلع يسأل ايه هي قيمة الحق، ايه هي قيمة الجمال، ايه هي قيمة انه انا ما اكذبش. الكلام ده كله لما الطفل يتعلمه ويفهمه داخل اطار درامي ومسرحي ويمثله، انا اتخيل ان هي لا يمكن هتمحى من ذاكرته. اسمحوا لي ارحب بالحقيقه الابطال اللي قاموا بالعمل دوت والفكره دي وقدروا ان هم يحفظوا الاطفال، وعايزين كمان من خلال فقرتنا دي ان احنا نعمم هذه الفكره على مدارسنا ومع اطفالنا الصغار. رحب بيكم، عايز اشكركم الحقيقه على مجهودكم اللي انتم عاملينه واللي احنا هنشوفه ان شاء الله النهارده. الاستاذه ايمان برحب بيكي، اهلا وسهلا. استاذه جيلان برحب بحضرتك. نجم يوسف صباح الخير. وبعدين انتوا عرفونا بقى على الامامير دول. مريومة دي اصغر بنوته في المسرحيه، ايوه، وشذا دي تاني مسرحيه معانا، وسلمى حبيبتي دي برضو من اصغر الاطفال معايا في المسرحيه. اهلا بيكم كلكم، وبدانا باي باي بقى نشاور اصحابنا ورا الكاميرات. يا جنى وحشوكي، مريم وحشوكي اصحابك، هتنزلي معاهم دلوقتي تغني لنا، بس هناخد فكره بس عن الاوبرات كده وطبيعته النهارده اللي هتقدمه لنا. والله احنا بدانا باول حاجه، اول قيمه في الحياه اللي هي عاوزين نعرف ان القيم دي اللي هينفذها اطفال مصر. فاحنا عملنا ان قلنا ان اطفال مصر هي في عوائق قدامها، واطفال مصر هياخدوا بايديها. وبصراحه انا عايزه بس اقول حاجه، ان انا يعني مجرد ورق، انا معايا مخرجين استاذه جيلان والاستاذ يوسف، يوسف اولى كليه اعلام وجيلان خريجه اعلام برضو، معايا الاستاذه يسرى اللي عملت الديكور ويسرى احمد، معايا طالب في معهد الموسيقى الاستاذ احمد مصطفى، معايا الاستاذ ضياء خالد ضياء الموزع، كل الناس دي متطوعين، محدش قال يعني اي حاجه، بيرنتس كلهم بيعملوا لبس اولادهم على حسابهم ومستعدين يصحوا من الساعه 6 الصبح علشان يجوا ويساعدوا في الحاجه. يا رب ما اكونش نسيت حد. يعني عايز اشكرهم كلهم ورا الكاميرا، وهنشوف المجهود اللي قاموا بيه. وانا اتخيل انه لما بيكون في تعاون ما بين المدرسه ما بين اولياء الامور ويبقى في التواصل والتعاون دوت، نشوف النماذج الحلوه دي. جيلان دورك ايه في الاوبريت؟ انا بساعد انا ويوسف في الاخراج، لان طبعا بطبيعه شغلي انا مدرسه اصلا، فبطبيعه شغلي خلاص اتعودت ازاي نقدر نخرج من الاولاد حاجه تبهر الناس. وطبعا ايماني الكامل بالتارجت اللي ايمان جانو بتوصله، وان احنا لامسين قد ايه الاجيال بتختلف من جيل ورا جيل الاسوء. فحبينا يوسف وانا نشارك في العمليه دي، ان احنا ازاي نعلم الاطفال يوصلوا رساله باللي هم حاسينه بشكل مبسط جدا. نقعد نتكلم معاهم، نقعد نوريهم قد ايه مصر هتبقى جميله وقد ايه مصر هتبقى حلوه لو هم ساعدونا، وان هم دورهم مهم جدا. فده طبعا عشان يوصل للمسرحيه دي او الاوبرات ده كان اخد شغل كتير جدا، عشان اولاد يبقوا طالعين فاهمين هم بيعملوا ايه، مش طالعين بيؤدوا عشان حفظ. يوسف برضو انت مشارك في الاخراج وانت في نفس الوقت طالب في كليه اعلام، وقول لي التعامل بقى مع الاطفال، يعني ان احنا نخرج لناس كبار او حتى ناس مثلا عندهم 10 سنين 12 يبقوا فاهمينك، لكن احنا معانا اعمار صغيره جدا، يعني متهيألي 5 سنين. مظبوط. فيعني ازاي وصلت لهم المعلومه والميزانسان بقى والحركه، علمتهم ازاي يتحركوا ازاي ويروحوا هنا ويجوا هنا، ده عملته ازاي؟ اولا انا اول مره اشتغل مع اطفال، انا اشتغلت قبل كده مع شباب يعني قدي وكده، كنا بنعمل افلام قصيره كده مع بعض، بس اول مره اتعامل مع اطفال يعني كده مباشر، بس بشكل كده، فكان الموضوع صعب بالنسبه لي لان انا ما كنتش عارف اتحكم قوي يعني، بس واحده واحده ابتديت
اتعلم يعني ازاي طبعا سامي وجلال ان انا اعرف اتعامل مع الاطفال كويس وكده، لان انا دايما كانت تعاملاتي مع شباب، فانا ما بعرفش اتعامل مع اطفال قوي ازاي، خصوصا لو في عمل زي ده مسرحي او كده، خصوصا انا اول مره برضو اشتغل على المسرح. بس دي انا بعتبرها تجربه يعني. انا بفضل احنا مش هنتكلم كتير عن العرض، لكن عايزين نشوف. لكن الملحوظه او الملاحظه اللي انا اخدت بالي منها علم مصر لما يكون القدوه محافظ قوي على انه يكون في القيمه دي هو اللي بينفذها، الطفل فورا بتوصل له بسرعه الشربات، اللبس. مصرين جدا ان انتوا تحطوا القيمه دي، انه بلدنا هي اهم حاجه عندنا. انا بشكركم، وهنخرج لفاصل مع مشاهدينا الكرام ان شاء الله، ونرجع نستمتع باحلى عرض ان شاء الله يعجب حضراتكم. اطفال خلوا بالكم، القيمه مهمه جدا، لو اتزرعت في الطفل من دلوقتي هتعيش معاه طول العمر. بعد الفاصل نلتقي. حبي وفؤادي.